احنا واجدين الحمد لله رحنا بدينا من لو 29 7 دونك رحنا في اتم الاستعداد للمقابله الاولى اللي غتكون نهار السبت ملعب المحامي ضد فريق نجم انزا دونك احنا في جائزيه كبيره الحمد لله كما عرفتي بان الفتره الاعداديه تخللوها بزاف د المراحل وكانت المرحله الاعداديه الاخيره بمدينه تطوان في مفطر بوس ومعسكر مغلق مدينه تطوان هذا الاسبوع الاخير اللي قبل من الاسبوع تاع المقابله تاع نجم انزا اكيد ان احنا مستعدين والدريف جائزيه تما وتقريبا نقولوا حسمنا ما نقدروش نقولوا حسمنا 100% لحقاش باقي عندنا دي بلاص لي ليفغ باقي لحقاش لا ليست ديالنا دابا ما تتعداش 24 لاعب وحنا عندنا الامكانيه اننا باش نكونوا في 30 جوار ولكن على العموم هذا هو ليفيكتيف اللي تنقولوا حنا اننا قادرين اتاكيو به الشطر الاول من البطوله راعينا بزاف الامور ان راعينا السين راعينا الخبره راعينا كي تنقولوا المجموعه تاع الشباب اللي غادي يكونوا هما الحافز والدافع السنوات المقبله دونك كما هضرتي على العامل النفسي انا تيبان لي بان اللاعبين انهم حاضرين لا نفسيا ولا بدنيا لحقاش حاولنا نشتغلوا على هذا الجانب طيله المرحله الاعداديه دونك انا تيبان لي بان ليفيكتيف ديالنا راه هو كي تنقولوا مقبول بواحد 90% 85% دونك احنا خلينا دي بلاص لي بغانا الا كانوا شي غونفور اللي كبير بعض اللاعبين اللي مجربين وكذا وكذا باقي الامكانيه اننا نكونوا في الليست اللي تخي سوبل اكثر من هكا تماما الاخ صابر عرفتينا احنا فريق اولمبيك مراكش السنه الفارطه كنا تنستقبلوا بملعب الحي المحمدي وهذا العام فعلا التراخيص كانوا الناس قدموا لي الطلبات تاعو باش يترخص لهم في الملعب احنا على الاسبوع المشرف على المقابله الاولى ما تلقينا التخبر اننا باش نستقبلوا في هذه الملاعب دونك كان طلب اخر في ملعب المحاميد وفعلا رئيس المقاطعه خول الناس اننا نقدروا نستافدوا من هذه العمليه تحدثت مع اللاعبين على الملعب المحاميد اللي تتعرفوا انه فيه واحد لو تراساج تاع الكره تاع الريكبي كي تتعرف دونك خصنا ولا بد ناخذوا حصص تدريب ملعب المحاميد كنا برمجنا اننا غناخذوا جوج الحصص الثلاث والخميس ولا الاربع والخميس ما تمكناش بحكم التظاهرات اللي كاينه تاع الرمايه داخل الملعب والمنتخب الوطني اللي تيبريباري تما دونك عندنا الحصه غدا نحاولوا ان اللاعبين يتضبطوا شويه مع دوك الالوان تاع الخطوط الصفر الاحمر عاد الخطوط البيضاء تاع كره القدم دونك تعرف بان الرقعه تاع ملعب الحميد هو ملعب كبير زعما صالح لاجراء مقابله كره القدم فيه الشروط كي تنقولوا السانتيتيك ديالو في حله مزيانه باقي جديد الملعب دونك يلا لادابتاسيون مع التغيير تاع لي تراساج هذا هو العامل اللي غادي نخدموا عليه غدا باش الدراري شويه يتادابتاو دغيا ويدخلوا يكون داك الشيء سلس ان شاء الله بالنسبه للاستعدادات بدات في استعدادات جيده وممتازه صراحه ملي خدمنا واحد المعسكر تدريبي خدمنا عليه باش نخلقوا واحد الانسجام بين الفريق ونلقاو واحد التشكيله واحد التوليفه اللي كلشي ينسجم فيها بالنسبه كما قلتي لي الاستعدادات كما كتشوف يعني كلشي متحمس كلشي موجد كلشي عارف اللي عليه المسؤوليه اللي عليه ونتمنوا هذا الماتش الاول تكون الانطلاقه ديالنا نحاولوا نبحثوا فيه واحد الفوز اللي يعطينا واحد الدافع معنوي ولا دافع حتى هو نفساني باش نسيروا ان شاء الله الموسم ديالنا الكروي هو لا بريباراسيون اللي دوزنا الحمد لله كانت في المستوى تنشكروا اللاعبين اللي كانوا في المستوى الانضباطي كانت مسائل زعما الوليدات عطاونا واحد الحافز حتى حنا باش لنا مدرب ولا مساعد مدرب اللي تلقى التجاوب تاع اللاعبين حتى هو تيعطي الحمد لله الاستعدادات غادي تكون في المستوى ان شاء الله هذا العام تنشكروا المجهودات تاع المكتب المسير حتى هو اللي دار واحد عطانا واحد الدفعه هذا العام هذا اللي لا بريباراسيون مشينا دوزنا واحد التيجور في تطوان ونتمناو من الله هذه المقابله الاولى تعطينا انطلاقه تكون لو ديبار تكون هو المهم في الشامبيونا لو ديبار خصو تنتمناو من الله يجيو الناس يساعدوا هذا الفريق هذا الجمهور حتى هو يجي لهذا الفريق هذا يساعدوا الناس حتى هما يعطيونا واحد الدافع معنوي اللاعبين لان ان شاء الله اولمبيك مراكش هذا العام غادي تقول كلمه تاعها ان شاء الله ونتمنوا الخير للجميع.